مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده معي انا والشيف بلال في برنامج عوافي. واليوم عددنا لكم طبق كاشور بوتيتو اللي هي كريات البطاطا المقليه في المطبخ الهندي. تابعونا. متابعين الأحباء، وخلينا نبلش بالمكونات والمقادير مباشرة. رايحين احنا نحتاج الى الصوص اللي هو صوص الكوكونات ميلك اللي هو حليب جوز الهند، انا بحتاج منه اللي هو موجود بالمولات او السوبر ماركتات، بحتاج الى 1 كوب، اضاف الى ربع حبة فلفل حمر احمر اللي هو ملون، وربع حبة كمان بحتاج الاصفر، بالاضافة الى واحدة خضراء، اضافة الى نصف راس من الثوم اللي مهروس او المفروم ناعم، نصف ملعقة ملح طعام، اضافة الى راح نبلش مباشرة. احنا بالشيء الثاني اللي هو عند البطاطا اللي راح اقليها، راح استخدم لها نصف ملعقة من الكمون، راح احتاج لها تقريبا الى 3 ملاعق كبار من الالموند اللي هو اللوز المقلي، اضافة الى الفلفل الابيض بمقدار ربع ملعقة، كركم ربع ملعقة، البابريكا ربع ملعقة، وربع كوب من الكزبرة الفريش زي ما احنا شايفين، ونصف ملعقة من ملح الطعام، اضافة الى 3 حبات من البيض، بريد بيانكو اللي هو الخبز اللي بيجي القرشه اللي احنا بنسميه بالعربي، بالإضافة إلى ربع كوب أو نصف كوب من الطحين. بس هذه الأشياء يعني ما راح تكون إنه هاي من مقادير المكونات اللي بدنا نحتاجها، بس إنه راح أنا أستخدمها لعملية القلي، وتابعونا خطوة خطوة كيف راح نعملها. منذ 1990 شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. من هنا تبدأ حكاية كثير من الناس، رغم مشقة العمل فرحتها تكللها مبسم الأحفاد. في سر الوصفة طحين الخبز العربي وأجود المعجنات التي تأسر الألباب وتطرق باب كل بيت عماني يتحلق حوله الأصحاب والأحباب. ومهما تعددت الوصفات والمأكولات، يبقى الطعم الأصيل في طحين الخريف من منتجات شركة مطاحن صلالة هو الخيار الأول في كل وصفة. شركة مطاحن صلالة، لحياة أكثر صحة. وزنها وعدلها، وزنها وعدلها، حياتك رحلة، وزنها وعدلها، أكل صحي، حياة أفضل، حياتك رحلة. من جلسات الأصدقاء إلى ضحكات الأحبة، من لمسة حنان إلى صوت دافئ يدخل القلب، نفتخر بكوننا جزءاً من عالمكم منذ 1990. شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. زي ما احنا شايفين رايحين نبلش احنا بعمليه اعداد الطبق بالوقت الحالي. رايحين نضيف البطاطا
راح ننزل عليها الفلفل الأبيض بالإضافة إلى الكركم البابريكا اللي هي زي ما حكينا البابريكا اللي هي الفلفل الأحمر المطحون والكزبرة الفريش نهاية بالإضافة إلى ملح الطعم وما ننسى إشي المكون الأساسي أكيد طبعا اللي هو بضفي عليها طعم كثير مميز اللي هو الكمون فنستارت شفناه ونهاية الألموند اللوز المقلي ستارت ميكسشر طبقنا كثير مميز راح نستخدم له صوص اليوم اللي هو صوص الكوكونات راح يحتاج زي ما حكينا إلى فليفل لعدة الألوان إضافة إلى ثومة ونصف ملعقة اللي هي ملح طعام خلينا نشوف الخطوات كيف رايحين نقوم بإعداد هذا الصوص بداية رايحين ننزل إحنا الفليفلة ملونة طبعاً هذا الصوص كثير طيب لو تجربوه خصوصاً مع البطاطا الهندية يمكن إحنا نستغرب شوي من المكونات اللي هي حليب جوز الهند بس صراحة كتست عربي إحنا كمذاق عربي هذا التست كمان كثير طيب رايحين تنبسطوا فيه خصوصاً مع الكاشور بوتيتو اللي هي كريات البطاطا المقلية راح ننزل المكونات كلها مع بعض وخليهم ما يأخذوا لون بس إنه يأخذوا عملية سوتيه بالإضافة إلى قطرة خفيفة من الزيت زي ما إحنا شايفين بمقدار ملعقة ونصف بس من الزيت راح أستمر في تحريكهم راح أكون محضر على عليب جوز الهند ما بحتاج لها كثير من الوقت طبعا زي ما حكينا ما بخلي السوتيه ياخذ فيها لون لانه بيخرب عندي اللون النهائي عند عمليه سكب الصوص فيفضل انه يكون لونه يعني مايل للصفار بشيء خفيف يعني ما بين البيج والصفار راح انزل عليه الملح طبقنا كثير سهل وإعداده ما بيستغرق وقت كثير شوف بلال هنا بعد ما عمل لنا عملية الميكس للبطاطا الموجودة عندي بلش يعمل لي كريات طبعا الكريات بهذا الشكل بس احنا رايحين نعملها بشكل دائري على حتى انها تستوي معي ويكون منظرها كثير مناسب ألطف من هيك بكون بهاي الأثناء انا بكون عندي الصوص بلش يغلي أخفف النار عليه طبعا حليب جوز الهند اللي هو مثل كريمة الطبخ عندي مثل كريمة اللي بنستخدمها اللي بتكون بالمولات أو السوبر ماركتات كمان تيجي مكثفة راح أخليها تظلها تغلي لحتى تأخذ عندي كرملاج لحتى تردس عندي يطلع منها البخار وتيجي تشد عندي شوي يصير كمنظر المايونيز بهذا الوقت راح أكون يعني عرفت أنها جاهزة عندي وبقدر أستخدمها يفضل أنه ما نحرك كثير لحتى الخضار عندي تظلها حبتها ما تذوب يعني معي بس بنفس الوقت بظل اشيك على الصوص عندي اذا انه شد تكثف ولا بحتاج له كمان شويه وقت زي ما احنا شايفين الصوص بعده بحتاج له شويه وقت راح اتركه على نار هاديه لحتى عندي ينشف من البخار طبعا هاي هي قريبه من اكله عمانيه عندنا اللي هي اكله الكاشوري بوتيتو اللي هي اكله عمانيه كمان احنا بنستخدمها هون في محافظه ظفار كمان كذلك الامر بنعملها بمطاعمنا ونفس المكونات يعني تقريبا نفس المكونات بس بحتاج لها اضافه شوي من راس الكاري تطلع عندي نفس المكونات تقريبا بهاي الفتره احنا رايحين نحضر الزيت ونسخنه يفضل انه قبل ما ابلش بعمليه القلي انه يكون عندي الزيت حامي وحامي زياده كمان انه مشان تمسك معي الحبه مباشره وما تفرط معي وهي بالزيت. طبعا هون احنا في هاي المرحله
بلال بعد ما عملنا الكريات بهذا الشكل زي ما احنا شفنا عملناها بهذا الشكل وعمل اياها بشكل اسطواني وبعد هيك زي ما احنا شايفين وبعد هيك نزلها بالبيض ورجع نزلها بالبيانكو بريد برجع نزلها بالبيض بيانكو بريد على مرحلتين لحتى تاخذ عندي تسكير كامل تتغلف بالبيض والبيانكو بريد. بعد هاي العمليه مباشره راح تكون مباشره جاهزه للقلي عندي، ويفضل انه يكون عندي كميه الزيت بكميه تكون يعني تغمر حبه البطاطا لما انزلها. الصوص زي ما حكينا عنه راح استنى عليه لحتى يتكثف عندي، وهسه بلش عندي انا بعد ما طلع منه الستيم البخار بلش عندي يتكثف زي ما احنا شايفين بلش شد عندي. راح احتاج كمان بس معدل دقيقه واحده، هو ما راح ياخذ معي على مقدار الكوب والمقادير اللي احنا عملناها ما راح ياخذ معي اكثر من 5 دقائق على الغاز، فيفترض انه تقريبا نصف دقيقة لازم يكون جاهز عندي، والزيت كذلك الأمر. بعد ما بلش يسخن عندي راح أنزل زي ما احنا شايفين كيف شفت لا عملنا كريات البطاطا، راح أبلش فيها مباشرة بس رايحين نشيك على الزيت، حمي معي يحتاج شوية وقت، راح بهاي الأثناء أشيل عن الصوص بكون عندي جاهز. طبعا الصوص احنا نستخدم بالعادة بالمطاعم الكوكونات ميلك، احنا بنستخدم بالعادة بعد ما نشيله من الفرن من درجة الحرارة، هنا بنخليه على درجة حرارة صفر بننزله للبرودة وبنستخدم بالثلاجة، يقدم الصوص بارد، يفضل انه يقدم بارد. احنا بنقدر نستخدم على جميع الجهات بس يفضل لو استخدمناه بارد بكون افضل ومذاقه اطيب. راح نبلش مباشرة البطاطا بعد ما سخن عندي الزيت، لو كان سخن اكثر كمان بكون افضل. راح استنى مشان ياخذ عندي الاحمرار والمسك اللي بدي اياه انا، راح استخدم انا تانج هذا الشيء لحتى ما تكسر عندي، ومراعاة اني اضل اقلبها على الجهتين لحتى تاخذ نفس اللون من الجهتين. راح ابلش انزل كريات البطاطس اللي عندنا، راح انزل 6 حبات كفايه لطبق. طبعا اكيد اعزائي المشاهدين انتم بتقدروا تتحكموا بالكميه، بتقدروا تعملوا وزي ما شفنا احنا ما بتحتاج لها وقت كثير، يعني عمليتها سهله كثيره، ف وكل العمليه بس بحتاج لها يعني المكونات البهارات اللي حكينا عنها، اضافه الى البطاطا اللي انت بتتحكم فيها قد ما بدك تحط البطاطا المسلوقه اللي هي احنا بنضيف المعلومه ان البطاطا اللي عندي كانت انا مسلوقه، طبعا 3 حبات معدل 3 حبات بطاطا مسلوقه تقريبا سلقت 90%، اللي ما تصل لعندي مثل البطاطا المهروسه او الماشت بوتيت راح تضلها عندي كراش شوي اللي هي بتضلها فيها القرش الخفيفه. زي ما احنا شايفين عند البطاطا بلشت تاخذ اللون اللي بدي اياه، بس يفضل انها تاخذ لون الاحمرار اللي قريب على الذهبي، لون البراون الذهبي براون جولد. زي ما احنا شايفين طبعا بعد ما عندي الزيت يسخن ومسكت عندي الحبه بقدر اني اوطي الغاز عليها على اساس انها تستوي معي كمان من داخل، وما يهمني بس انه الشكل الخارجي، كمان بيهمني تكون مستويه، وزي ما حكينا بنراعي انه نضل نقلب الحب على الجهتين لحتى ياخذ نفس اللون. زي ما احنا شايفين نقدر انه نستخدم احنا ورق النشاف اللي هو يمتص عندي زيوت، لانه معروف عن البطاطا هي من انواع الخضار اللي تشرب الزيت مثلها مثل الباذنجان، فيفضل انه لما نقدمها حتى ما تكون مضرة، نظرا انه اغلب الاشياء اللي فيها مفيدة نظرا انها بتحتوي على خضار جيدة بالنسبة للفيتامينات والبروتينات، بس بهمنا كمان انه ما يكون فيها زيوت حتى لو كان زيوت نباتية. بهذا الشكل زي ما احنا شايفين بلشت انها تجهز عندي، بقدر انه بالوقت الحالي استخرجها مباشرة
ونزلها إخوان المشاهدين شكلها يعني أشبه للفلافل، الشكل تبعها أشبه للفلافل الشامية. زي ما احنا شايفين هطلعهم عندي هيك يكونوا أخذوا اللون اللي حكينا عنه، ومن برا كثير كريسبي ومن داخل يعني سوفت زي ما احنا شايفين كيف بلش عندي تغير لونها. هاي الأثناء يهمني أنا إنه أحضر الصوص والطبق تبعها. من جلسات الأصدقاء إلى ضحكات الأحبة، من لمسة حنان إلى صوت دافئ يدخل القلب، نفتخر بكوننا جزءاً من عالمكم منذ 1990. شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. من هنا تبدأ حكاية كثير من الناس. رغم مشقة العمل، فرحتها تكللها مبسم الأحفاد. في سر الوصفة طحين الخبز العربي وأجود المعجنات التي تأسر الألباب وتطرق باب كل بيت عماني يتحلق حوله الأصحاب والأحباب. ومهما تعددت الوصفات والمأكولات، يبقى الطعم الأصيل في طحين الخريف من منتجات شركة مطاحن صلالة هو الخيار الأول في كل وصفة. شركة مطاحن صلالة، لحياة أكثر صحة. وزنها وعدلها، وزنها وعدلها، حياتك رحلة، وزنها وعدلها، أكل صحي، حياة أفضل، حياتك رحلة. من جلسات الأصدقاء إلى ضحكات الأحبة، من لمسة حنان إلى صوت دافئ يدخل القلب، نفتخر بكوننا جزءاً من عالمكم منذ 1990. شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. حالياً إحنا بالمرحلة تزيين الطبق وإعداد الصوص مع الطبق. راح نحتاج بحتاج أنا إلى البقدونس المقلي أو الركة اللي هي الجرجير للتزيين، يكون منظرها جميل لو وضعتها أنا أسفل الطبق بهذا الشكل عشان نعرض لأعزائي المشاهدين. بقدر نرتبها بهذا الشكل. وبالنسبة لكريات البطاطا راح أنزلها بهذا الشكل. راح اخلي كمان عندي صوص سبريت لحتى اللي برغب. هذا الشكل بيكون افضل. وبهي الاثناء راح انزل معها صوص الكوكونات. زي ما احنا شايفين احنا ما حركنا كثير الخضار زي ما حكينا باول العمليه لا يطلع عندي الوانه الثلاث، وهي فائده انه انا اخترت ثلاث الوان لانه عندي الصوص كان لونه ابيض، والملونات المكونات اللي عندي كمان اعطتها جماليه اكثر. فبكون طبخنا لليوم اللي هو كريات البطاطا المقليه،
وهيك يا أصدقائي وأعزائي المشاهدين بكون طبقنا اليوم جاهز اللي هو كريات البطاطا كما كنت شفناه في الشيف بلال من برنامج عوافي وعلى العوافي.